شهد مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة. يأتي ذلك إعمالا لنص المادة رقم 144 من الدستور المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.